اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل فيه طعم تاني بمدرسه تانيه خالص. الفراخ بناكلها مشويه على الفحم، بناكلها صينيه بالبطاطس، بناكلها شاورما زي ما احنا حابين، ولكن ناكل فراخ مشويه بالزعفران والخضار بالتاكيد فيه تركايه ولها طعم تاني. هنشوف معانا فرخه لطيفه جميله النهارده هنعملها بالزعفران والخضار، لها تكنيك عالي. الزبادي هيشارك في الموضوع مع فليفر الخضار مع الزعفران والروزماري. معانا طبق مكرونه لطيف جميل جدا انا شخصيا بحبه، المكرونه بالوايت صوص والريحان. الريحان يا اخوانا بيلعب دور مهم جدا في المطبخ الطلياني، والفليفر بتاعه مع صلصه البيستو بيعلي من طعم الاكله اذا كانت من المطبخ المصري او الطلياني. هنعملها النهارده بصلصه الريحان ونشوف نعملها مع بعض ازاي. اما الحلو النهارده جاي على بالي التمر والعجوه، الحاجات اللطيفه بتاعت الواحات وسينا من خير ارضنا. هناخد التمر النهارده والعجوه نعمل كاسات التمر بالبسكويت مع طعم الفانيليا، ازاي؟ تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، عايز حضراتكم تتابعوها لانها غير مكلفه ولكن مكلفه فكر وخبره طهويه، وفي العاده دايما الفكر بيتحمل الماده او بيتحمل الماديات، فلما احنا نتحمل موضوع الفكر ونقدر ان احنا نفكر في حاجه بسيطه بدون تكلفه بالتاكيد بيكون طعمها مختلف. التفاصيل دي كلها هنشوفها بعد الفاصل. تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره النهارده، وزي ما قلت لحضراتكم باقل تكلفه ماليه تقدري تعملي فكر طهوي، هي دي اللي انا بدور عليها. باقل تكلفه ماليه تقدري تعملي فكر طهوي في مطبخك، وتقدري تعتمدي كمان على انك تعملي الاكل يناسب الصغيرين والكبار وكل افراد الاسره، مش اكل بس جوزك بيحب الفراخ مستويه زياده او مستوي او تبقى سبايسي تخلي السفره بتاعتنا كلها سبايسي. معايا فرخه النهارده هعملها مشويه بالزعفران والخضار. ايه هو الزعفران؟ لون، ولكن الزعفران في علمه الاساسي دي طبعا الزعفران بيتجاب معروف تصدير او بيتجاب مستورد، هي طبعا حاجات كده زي الشعيرات الجميله لونها بيبقى اصفر، سعره غالي شويه بزي الذهب كده، ولكن في بديل له لون الزعفران واللون البرتقاني، ده بديل اللي بنستخدمه في تلوين الرز سواء رز برياني او مندي عشان نبقوا فاهمين الحقيقه ماشيه ازاي. معانا فرخه، معانا زبادي، ومعانا لون الزعفران، معانا كزبره خضراء وبصل وتوم وتشكيله من الخضار ومكعبين من الزبده وزيت زيتون. هنعمل الفرخه دي ازاي؟ مشويه بالزبادي او بالزعفران والخضار، احنا مع حضراتكم واحده واحده. اول حاجه بنحط الطاسه على النار تسخن. حلو الكلام؟ مدرسه بقى. الطاسه دي لما تسخن نكون احنا قطعنا الفرخه بتاعتنا الحلوه دي كده كف اسره، تسمي بسم الله كده وانت بتقطعيها، وتقدري تعمليها بشكل حلو، وان احنا ندعم الفراخ او الطيور او الدواجن بالخضار في الطبق بتاعنا مهم جدا. هناخد الفرخه الجميله دي كده نشيل السلسله، انا مش عايزها، مش لازم بقى عشان اعمل سفره اروح اجيب ايه 50 60 فرخه ولا خمس فرخات والجو ده خالص. وامسك الفرخه اقطعها بالشكل ده كده واجي عند الصدر كده بقطعه ثلاثه، بسم الله الرحمن الرحيم، واجي عند الفخذ ده بقطعه على اثنين، اشيل دي مش عايزها. شفت ازاي الفرخه بدات تكبر معايا، بدات تاخد شكل حلو، اشيل ده انا مش عايزه خليه على جنب، نجيب طبق جانبي كده. انا بس عايز اوصل فكره للساده المشاهدين ان انت لما تيجي تعملي اكل جديد او طبق جديد او طبق مختلف مش لازم تكلفي كتير، يعني زي ما بدات الحلقه كده قلت الفكر الطهوي وثقافتك الطهويه في المطبخ بتوفر عليك انك تكلفي كتير في انك تعملي حاجه جديده. ادي الفرخه كده هتاخد معانا تقريبا نحسبهم دلوقتي مع بعض تقريبا هتعمل 8 قطع او 10 قطع. حلو، وناخد ده كمان كأنك بتقطعيها للكبسة أو إنك تعمليها مثلا صينية بالبطاطس أهي، اللهم صل على النبي. حلو، هناخد الفرخة دي كده ونتبلها.
ايه التتبيله بتاعتها يا عم الشيف؟ زبادي اهو كده معانا. حلو يا شباب، حلو قوي. بنحط على الزبادي ده قليل من الزعفران. هو المطبخ ده مدرسه. الزعفران ده موجود عندك، دول كفايه. اللون ده مهم جدا. المعلقه اللي حطيتي بيها الزعفران ما تاخدهاش وتحطيها في اطراف المطبخ، هتلاقي المطبخ كله زعفران وتقعدي تنضفي فيه طول النهار وتدعي عليا. كمان الزعفران يروح بعيد، لان ممكن عندك طفل صغير، عندك بنوته ما تعرفش ايه ده، تلاقي كل الدنيا معاك زعفران. خلي بالك من الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا. بنحط هنا كزبره خضراء، بنحط بصله ناعمه، معانا الثوم بالشكل ده كده، حلو قوي. نيجي بقى للخلطه السحريه بتاعت المغازي، حلو قوي. زيت زيتون في الطاسه شديده الحراره، حلو. بنحط عليه مكعب من الزبده، اللهم صل على النبي. اللي بيمشي على الفرخه يمشي على خمس فرخات اربع فرخات حسب العزومه او حسب عدد افراد اسره حضرتك. زبده، استنى على الزبده ما تسيح مع زيت الزيتون كده. بحط عندي قدر روزماري حلو محترم، اخد الفليفر بتاعه. شفت الجو ده كده بقى؟ اهو ده المطبخ. فليفر وريحه لطيفه وجميله مع الزبده وزيت الزيتون، حلو قوي. البهارات بتاعتنا والخضار، الله. عندنا فلفل اسود، شويه بهارات حلوين كده، شويه الملح التمام، كل ده على الخضار. عندي بابريكا على الخضار، شويه كركم على الخضار. طعمت شويه الخضار اللي هدعمهم كمان بالتقليبه الحلوه دي كده، الله. هو ده الموضوع. بص تاني. احنا بقى دلوقتي لو حطينا الخضار ده ودرجه الحراره دي على الزبادي ده هيفرط مننا. خلي بالك بقى عشان الخبره الطهويه هنا بتتكلم مصري. خضار متقطع كريات صغيره، كرفس وبصل وفلفل، مع زيت زيتون وزبده، مع روزماري، مع بهارات حلوه. باجي اعمل كده حركه لطيفه، ومعاهم معلقه من النشا. ليه حطيت معلقه نشا يا مغازي؟ عشان انا بتبل الفرخه بالزبادي، طالما تبلتها بالزبادي الطبيعي ان الزبادي ده ممكن يفرط مني ويبقى شكل الفراخ مبرغل او عليها كلاكيع صغيره كده ما تبقاش لطيفه. شفت الزبادي النشا قلبته مع الخضار اهو، الله. الشكل ده كده. باخد شويه ميه سخنين هنا، ادي دول كده يا ويلي. هو ده، ده المطبخ، دي الشقاوه. اقلب كده، الله. على فين يا عم الشيف؟ هنا. ده الكلام الكبير قوي. نقلب دول مع بعض. الخبره الطهويه هنا بتقول كلام كبير قوي. تاني عملت ايه يا شيف في التتبيله دي؟ زبادي، اي زبادي اللي هو العرض اللي موجود في اي سوبر ماركت. حطينا عليه زعفران، حطينا عليه شويه كزبره خضراء وشويه ثوم وبصله ناعمه، حلو قوي لغايه كده زي الفل. جبنا طاسه، حطينا في الطاسه زيت زيتون وزبده، ده الجديد. وبعد ما حمرناهم مع زعفران مع روزماري عشان ياخد الطعم اللطيف مع الخضار بتاعنا، قطعنا شويه خضار كريات صغيره ونزلنا عليهم بمعلتين من النشا مع التقليب المستمر، اصبح عند القوام اللطيف ده كده. نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الفراخ اللطيفه دي كده رصها هنا كده. شفت الشقاوه؟ هي دي شقاوه المطبخ. تاني. الله عليك يا شيف. تلاقي فراخ دلوقتي طعمها تاني خالص، فيها شقاوه المطبخ، فيها خبره المطبخ، فيها طعم الزبادي، فيها طعم الزعفران. تقولي بقى هندي، تقولي المطبخ ده طلياني، سميه زي ما تسميه، ولكن تقولي خبره طهويه للشيف المغازي.
شفت انا بتبل الفراخ ازاي وبقلبها مع الخليط. اه حلو ونفس القصه هنا ما شاء الله. درجه حراره الفرن عندي 180. نصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه زي ما هي كده تمام. هنشيل كل حاجه ونروع على الكسرولة بتاعتنا اللطيفة دي، ويبقى احنا عملنا فراخ مشوية بالزعفران والخضار. اه عينية. اه ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ دي فرخة؟ اه ممكن نعمل 5 فرخات بنفس المدرسة؟ ممكن. ممكن نعمل الديك الرومي بنفس المدرسة؟ ممكن. آه. درجة حرارة الفرن عندي 180 زي ما هي كده. هدخلها الفرن يا عم الشيف. حلو الكلام؟ تقريبا من الطيب حسب حجم الفرخه وحسب وزن الفرخه، يعني بتاخد تقريبا نص ساعه 40 دقيقه بالشكل ده كده. تاني التتبيله اللي حضراتكم شفتوها هنشوفها تاني مع بعض، ولكن التكنيك العالي هنا ممكن اقل تكلفه ماليه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الخبره الطهويه والفكر الطهوي هو اللي بيعلم من قيمه الطبق اللي انت بتعمليه. هنحطها هنا كده ونسيبها تستوي. هتاكل النهارده فراخ بطعم تاني وبشكل تاني. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نشوف نعمل ازاي برضو شويه مكرونه بالريحان والطماطم والوايت صوص زي ما انت حابه، مفيش مشكله. ومعانا طبق جميل جدا من الحلو النهارده اللي هو كاسات البسكويت بالتمر، هنعمله ازاي؟ تفاصيل كتيره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نعمل طبق مكرونه النهارده، والمكرونه دي مدرسه. اللي يقول لك ان هي من المطبخ الطلياني، المطبخ المكسيكي، المصري، المكرونه حسب الشيف اللي بيعملها وحسب ست البيت اللي بتعملها وحسب اللي هو غاوي مطبخ. دايما الرجاله يحبوا يخشوا المطبخ يعملوا المكرونه، شطار فيها قوي. النهارده هنتعلم نعمل ازاي مكرونه بالطماطم والريحان. ممكن تاخد معانا كريمه ما تاخدش حسب الرغبه، واضافه الكريمه هنا سواء لاطباق المكرونه او لاطباق الشوربه اختياري وليس اجباري، اختياري وليس اجباري. زي السؤال اللي كنا دايما يجي لنا في الثانويه العامه، سؤال اختياري. حلو الكلام. المقادير على الشاشه. مكرونه سباكيتي ريحان اخضر فريش لطيف جميل، معانا الورق بتاعه، معانا زبده، معانا جبنه موزاريلا، معانا بصل وتوم وطماطم طازه، في طماطم مضروبه في الخلاط معانا، انا هستخدم الطماطم اللي هي سليمه معانا. المقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن برضو زي ما قلت في بدايه الحلقه الخبره الطهويه والفكر الطهوي النهارده بيغلب على امكانيه او تكلفه الاكله. زيت زيتون حلو قوي مع ماء مغلي هنا وشويه ملح. هنسلق المكرونه نص سوا. حلو قوي تمام. ميه بتغلي اهيت، حطيت فيها زيت زيتون وملح. وابدا اخد المكرونه بتاعتي دي كده واحطها في الميه بالشكل ده كده. يلا حلو واسيبها. انا هستعين بالميه بتاعت المكرونه دي بس مش دلوقتي، واستنى عليها لما تستوي. اخد تاني زيت زيتون وابدا اشتغل في الصوص بتاع المكرونه. حلو قوي. زيت زيتون، مكعب من الزبده. لازم تحب المطبخ، انا وراكي لغايه لما تحب المطبخ وتبطلي تشتري ديليفري او تجيبي حاجات تكاوي من بره. اه هي مش يعني الموضوع مش مستدعي بقى، خلي بالك. اه ادي زبده وزيت زيتون، بصله ناعمه. حلو قوي. محمر البصلايه كويس قوي لان البصلايه هنا لها دور مهم جدا في طعم المكرونه اللي اعملها دلوقتي، خلي بالك. اه بصلايه، زبده، زيت زيتون. وبتتحمر البصله بدعمها عشان عيوني ما تدمعش وعشان البصله تبقى لونها طعمها حلو. بحط زعتر. لا الريحه اختلفت اول ما حطيت الزعتر، الريحه اختلفت. امال لما احط الروزماري بقى ايه اللي يحصل؟ اكيد الطعم هيبقى مختلف. اللهم صل على النبي. اه زي الفل. شفت بقى شقاوة المطبخ؟ ونقلب. كل ده 3 تعريفه. حلو. اجيب بصله بقى اقطعها واخرطها واحطها في زيت واقعد احمر فيها. اهو شفت ازاي؟ شويه البصل دول يتاكلوا نيين. اه هسيبهم يتحمروا كده عم نشوف الطماطم هنعمل فيها ايه. ادي الطماطم طازه، ببدا اقطعها كده مكعبات صغيره او كريهات بيسموها. تقطعيها ازاي؟ انا معاكي واحده واحده اهوت.
شويه طماطم، نص كيلو مثلا لكيس مكرونه، نقشر الطماطم يا شيف، ولا برضو اختياري يعني، بس قشره الطماطم ما فيهاش اي مشكله، خلي بالك حاجات من الالياف اللي بتحتاجها الجهاز الهضمي يعني ما بتضرش، ولكن مع الاطفال الصغيرين ممكن تقشريها، ومش في العاده يعني مش كل اللي بيقشر الطماطم. ناخد الطماطم كده نقطعها كريات صغيره، لما تيجي تقطعي الطماطم خلي بالك، شفت البصلايه بدات تاخد لون ازاي اهو، دايما تقطعي الطماطم بعد ما تتقطع نصين بالشكل ده كده عشان تبقى سهله التقطيع معاك. كده ماشيه فيها زي الحلاوه. تشتري الطماطم المستويه مش اللي تبقى من بره حمراء وقلبها اخضر. شفتي قطعناها كريات صغيره كده. الفراخ بتستوي في الفرن، ترتيبك للمطبخ مهم جدا، دايما بقول تنظيم وقتك في المطبخ بيكون سر من اسرار نجاحك في المطبخ. ما اقفش في المطبخ طول النهار بتعملي، انا بعمل كيكه، الوقت اللي بتعملي فيه كيكه ده ممكن حاجه في الفرن بتستوي كده كده، الفرن انت منتظراه توصل درجه حرارته، وكده كده هتحط الكيكه على الشبكه او على ارضيه الفرن، فحطي مثلا شويه بطاطس يتشو، شويه بطاطا يتشو، عملت شويه بطاطا مشويين تقدر تعملها سلطه، تقدر تعملها سوفليه، تعملها طبق جديد، تعملي طماطم كريهات صغيره كده مع الروزماري والزعتر، طالما انت مولعه الفرن جاهز كده، انت عملت طبقين في وقت واحد. طماطم متقطعه تايت، او تحط حله محشي على النار على ما تعملي الكيك. ناخد الطماطم دي يا عم الشيف زي ما هي كده بالتقطيع الحلوه دي كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه والشقاوه، بصلايه بتدلعها، واخده روزماري وواخده زعتر. هو ده، الله على شكل الطماطم وطعم الطماطم بعد قليل من الوقت. نروق المطبخ ونقلب. فين المكرونه يا فاروق؟ المكرونه راحت فين؟ كانت قدام عينيا دلوقتي، مش كنا شايفينها دلوقتي في الحله؟ راحت فين؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت الطماطم الحلوه دي كده؟ شويه سكر للطماطم الحلوه دي كده عشان الحموضه ومشاكل الحموضه، واللي عنده مشكله مع الكولون معلقه سكر تقريبا للتخلص من الحموضه. حلو؟ زي الفل. المكرونه اخبارها ايه؟ راحت فين المكرونه؟ اهي بص على المكرونه، كانت من شويه قدامنا اهي، خلاص قربت تستوي زي ما هي كده. مكعبين من الزبده هنا كمان، شويه مكرونه بالطماطم. هناخد الريحان الاخضر الحلو ده كده اهو، شفت الريحان ده يا فاروق؟ ده بقى اللي بيقلب كيان المكرونه، ده اللي بيصنعها منه صلصه البيستو. البرطمان قد كده فيه معلقتين بيعمل الشيء الفلاني. صلصه البيستو عباره عن ريحان لوز زيت زيتون، يطحن ناعم، يتحط في برطمان يتقفل جيدا، يتحط في ديب فريزر، تستخدميه في اوقات كتير قوي، تحطي له بقى توم او ما تحطلوش او تحط حسب الرغبه. هناخد الريحان ده كده بالسكينه ويتاخد كده فرمه دي بالشكل ده بالحلاوه دي. طماطم بتغلى على النار، هنتوجها بالريحان الفريش الطازه. هناخدها كده، الله حلو قوي زي ما هي كده، الريحان الحلو ده كده هنا يا عم الشيف. الله بأقل تكلفه عملت طبق لطيف وجميل، واخد بقى الطعم الايطالي الطعم المصري. انا دايما بقول الطبق باللي بيعمله ايا كان المطبخ. شفت الطماطم خدت لون حلو ازاي والريحه الحلوه؟ لسه ما خلصتش، نحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اللي احنا حطيناه في الاول، سكر يا فاروق ركز معايا شوي، ما كانش ملح، بيقول لي بتحط ملح مرتين يا شيف، ده كان الاول سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم اللي عنده مشاكل مع الحموضه. نظبط الملح، شويه بابريكا حلوين، دي التوابل بتاعتنا. الله اكيد هنا بقى طماطم الكركسي دي طعمها لطيف، اخواننا في المكسيك بيستخدموها كتير بالشكل ده كده مع الفاصوليا الحمراء
ويحشوا بيها التاكو المكسيكي مع لحمه مفرومه او بيض مسلوق، وتبقى طبق قد كده بيعمل الشيء الفلاني بالدولار. عندنا المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ بص على الحلاوه بقى، بص على التركية دي كده، وصلي على الحبيب اهو زي ما هي كده بميتها اهو اهو، بص زي تنزل هنا. يا ويلي يا ويلي، هو ده. تعالي يا حلوه، تعالي يا حلوه، بس خلاص. وناخد شويه شوربه من شوربه المكرونه تنزل هنا، بس كفايه. ونقلبها، واستاذن حضراتكم كده زي ما هي كده اهو، تطبخ تاني اهو. استاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع مع بعض نشوف المكرونه وصلت لفين. في فراخ في الفرن، صينيه فراخ جميله بالزعفران والخضار. هنرجع كمان نعمل طبق حلو جميل جدا النهارده للاطفال الحلوين والبنوته الحلوه، طبقات البسكويت بالتمر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بأقل تكلفة ممكنة تقدر تعملي طبق مكرونة طعمه مش موجود في أي مكان في الدنيا غير من إيدك. ليه بتحب المطبخ؟ مفاتيح السعادة الزوجية، مفاتيح السعادة العائلية في جيبك اللي هو المطبخ. شوية طماطم قطعتهم نص كيلو، كيس مكرونة من أي سوبر ماركت على ناصة الشارع، بصلاية حلوة من خير أرضنا، معلقة زيت زيتون مكعب زبدة، حمرتهم، روزماري إذا مش عندك حط بقدونس، مع شوية زعتر حلوين، كل ده وشوية ملح وشوية بهارات. شوفوا شكل الطماطم في الطبق، جيبوا لي الطماطم مع المكرونة، حكاية حكاية. هنبدأ ننزل يا عم الشيف بالكريمة اللباني، العب. هو ده، جيب اللحظات الجميلة دي كده، جيب اللحظة اللي بص اللحظة الجميلة الحلوة. قلب الصغير لا يتحمل. شوربة الحريرة عبارة عن مكونات كتيرة قوي، فيها عناصر غذائية كتيرة قوي، تحتوي على البروتين النباتي والبروتين الحيواني في وقت واحد. أولهم الحمص الشام، العدس الأصفر الجميل من خير أرضنا، تحميصة حلوة لبصلاية وتومة على النار. ننزل بالحمص الشام، يفضل يكون مستوي، ننزل عليه بالعدس، ما بياخدش وقت كتير في السوى. نستنى العدس لما يستوي والحمص الشام كلهم يبقوا انسجام واحد مع البصلة والتومة. عندنا لحم صغير يتقطع مكعبات، يفضل يكون كندوس صغير او بتلو خالي من الدهون. نحمره مع البصل والتومه والعدس والحمص، وكله ده يستوي مع بعضه. في الاخر بنحط صوص طماطم او معجون طماطم او فلفله حلوه، وفي الاخر بنحط شويه بقدونس. هتيجي تقولي لي سموها ليه الحريره يا مغازي؟ السؤال هنا والاجابه هنا في وقت واحد. نسيبها تغلى على النار لغايه لما الرز كمان بتاعنا المصري نحطه، اصبح فيها رز، فيها حمص، فيها عدس. الله عليك يا شيف، مع اللحمه واللون الحلو البرونزي او اللون الذهبي اللي هو متكون من معجون الطماطم. بعد ما بتستوي يا ست الكل بنحط عليها صفار بيضه، عشان كده سموها الحريره. صفار البيضه في حاله لما نحط على شوربه الحريره بيديكي خيوط حريريه، عشان كده سموها الحريره. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شفت المكرونه دي؟ شفت الجمال ده؟ حاضر يا فندم، نعمل الحريره ان شاء الله في بدايه الاسبوع. وهي كده في الشتاء لطيفه، علشان فيها مكونات كتيره قوي، فيها حمص، فيها رز، فيها عدس، فيها لحمه هوبر، بس مش هوبر قوي يعني، مكعبات صغيره قد حبيت الحمص كده تتقطع. المكرونه جاهزه للتقديم. يا ويلي، انسجام ما بين جبنه كريمه لباني طماطم بلونها، تفاصيل الطماطم مع المكرونه لطيفه وجميله. نغرف المكرونه مع بعض، صلي على الحبيب. جيب اللحظه الجميله، بالله عليك بالله عليك ما تفوتك دي. يلا، هو ده هو ده. يا ويلي، انسجام. بتعذب. نعم يا فندم. شفت ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الف هنا وشفا للي ياكل. شويه مكرونه، لا مش زي ما قال الكتاب، واحنا بنسمع وخلاص. زي ما قال المغازي، كتاب مين يقول الكلام ده؟ حلو، ده مش في الكتب خالص. شيل ده كده، الله. ناخد الطبق ده نقدمه هنا كده. حاضر، هجيب لك الفراخ.
نشيل ده كده. مكانها حلو كده يا غالي حبيب هارتي. حاضر عيني. ناخد الفراخ نطلعها، بس قبل ما نطلعها كده نصلي على الحبيب ونبص عليها ونشوفها، هل الزبادي هنا فرط؟ هل الزبادي اتحول لجبنه نتيجه تعرضه للنار؟ هل الزبادي هنا اتبرغل؟ ابدا. بص على الفراخ عشان نحطها، وعشان هي سخنه نحطها على الخشبه دي. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه عشان يكون فيش ما يكونش فيه اصابات. بص على الحلاوه بقى، بص على الحلاوه قبل ما تطلع من الفرن. احنا بدانا بيها بعون الله استوت. بص عليها كده وصلي على الحبيب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الجميله دي؟ والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. فراخ مشويه بالزعفران والخضار، ولكن زي ما قلت في بدايه الحلقه، الفكر الطهوي والخبره الطهويه بيلعب دور مهم جدا عشان الصوره الحلوه دي كده اهي. ملي عينك منها، اللهم صل على النبي. لها شكل تاني ولها طعم تاني خالص باقل تكلفه. هي كده طلعت نزلت فرخه عشان نبقى برضه بنتكلم في الوضوح، ولكن الصوره على الشاشه، الصوره في الطبق، تفاصيل الاكله كتير قوي. تعالوا نعمل الحلو مع بعض، سايبه للاخر دايما عشان اعمله بمزاج، يعني مش مستعجل. خلصنا خلصنا، معانا وقت بنشتغل. نشيل التوم والبصل من هنا، طالما بنشتغل في حلو. سكينه تعرضت لتوم وبصل بشيليها، جلافز لابسينه في ايدينا في ريحته بصل وتوم بنغيره، نار عايزينها بنخليها، نار مش عايزينها بنطفيها، ربنا يكفينا شر النار. طبيعي طالما انت واقفه في المطبخ، ميه مفتوحه وراكي، بص كده على يمينك اقفليها، مش تقول ان انا هرجع للحوض تاني، شويه الميه دول ناس تانيه اولى بيها. نار مفتوحه على الفاضي، غاز مفتوح على الفاضي، بندفع فاتورته اي كلام من نعم ربنا علينا. نقفل البوتاجاز، كل ده توفير. خلي بالك انا عامل مهلبيه وعامل التمر او العجوه زي المهلبيه، الاثنين مع بعض. مقادير الحلو: بسكويت فوزدو حلبي جوز الهند عسل نحل، مقادير بسيطه وسهله، ولكن الطبق ده فيه شغل كده وفيه لطافه حلوه قوي. ناخد الكاسات الحلوه معانا، تعال شوف نعمله مع بعض ازاي. الاهم من ده وده مطبخك يكون رايق، مفيش لا ريحه لا بصل ولا توم. التواصل مع الكنترول. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الحلو بتاعنا هنعمله. معانا بسكويت، يفضل يكون بسكويت بالعسل، بسكويت بالقرفه، انواع البسكويت كتيره في السوبر ماركت. معانا جوز الهند فوزدو حلبي عسل نحل، ومعانا حاجتين مهلبيه واخده طعم الفانيليا، ومعانا التمر والعجوه جبناها من اي سوبر ماركت، اكياس كده بتاعت سينا والواحات من خير ارضنا، جبناها سيحناها مع شويه ميه سخنين، نجيب مضرب تاني والاثنين هنقلبهم مع بعض. واحده واحده عشان الحلو ده فيه شويه غلبه كده، وانا دايما بسيب الحلو للاخر عشان ايه؟ اعمله بمزاج. ناخد المهلبيه دي كده نسقطها هنا، حلو، وتنضرب كويس وتتخفق كويس تبقى بشكل كريمي. دول كفايه. التمر نفس القصه، جبنا التمر والعجوه فكناها بميه سخنه ومكعب زبده. هنزل التمر ده خساره، بسبتيولا كده. هي كده اتعشت شويه مكرونه حلوين، قطعه من الفرخه اللي عملتها دي كده زي الفل. عايزه تحل بقى بالحلو ده اهلا وسهلا. نخفق الاتنين دول مع بعض، احنا شغالين كده اهو. ازاي تعملي مهلبيه؟ تعملها الحشوات بقى، تحشي قطايف ماشي، تحشي صينيه جلاش ماشي، صينيه كنافه بالكريمه ماشي، صينيه جلاش بالكريمه ماشي، كل ده مدرسة تحضير الكريمة اللباني. نشا حليب سكر، نشا حليب سكر، بنحط الفانيليا. تمام زي الفل، ده خلصنا منه. نرجع للتمر بتاعنا. بالراحة كده
ناخد القوام الحلو ده كده. طبعا ده يتخفي وهو سخن عشان يديك القوام اللي انت عايزاه. ده كمان جاهز. حلو معانا بسكويت. اللهم صل على النبي. هنجيب البسكويت ده يا عم الشيف. بنكسر جزء منه كده. مش لازم ينضرب في الخلاط، احنا مش بنعمل التشيز كيك. تشيز كيك يعني بسكويت مطحون، يعني زبده، بشره ليمون، نقلب الزبده مع البسكويت المضروب في الخلاط، بعدين نعمل القالب بتاع التشيز كيك ونقف وقفه وناخد نفس طويل. عايزاه بارد ولا سخن؟ بارد. بيتعمل طبعا بالفواكه، ويتعمل بالجبنه الكريمي اللي هي خاليه من الملح تقريبا، وبنحط له فليفر يا اما فواكه مجففه يا اما نحط له عصير اناناس، يعني نقدر ان احنا ندعم الجبنه باي نوع من انواع الفواكه، وليكن تكون فراوله او توت او بلوبري. سيبك من دولت غاليين شويه، خليكي مع الفراوله بتاعتنا. وبعد كده بنحطه بلطافه ونقفله ونحطه في الثلاجه، ده بارد. اما السخن بياخد بيض زيه زي الكريم كراميل. الجبنه بتاخد بيض، بتاخد نوع من انواع الجبنه، وبنحطهم كلهم على بعضهم وبيخشوا الفرن. بعد ما يطلع من الفرن زي ما هو كده تخليه في الفرن ليله كامله عشان تقطعيه مثلثات زي اللي بتشوفيه في المحلات. يبقى اذا التشيز كيك اللي على البارد بيتعمل ويتحط في الثلاجه تقدري تاكليه بعد ساعه، اما اللي بيتعمل سخن لازم يبيت ليله في الثلاجه عشان البسكويت اللي بالزبده ده يشد مع التشيز مع البيض اللي مفوق فيه مع الحليب مع الفانيليا وقت كبير، يحتاج تقريبا من 5 لـ6 ساعات. طيب هنبدا ان احنا نطحن البسكويت ده بايديا كده او نكسره بايديا. الله، هو ده الكلام. حلو طفولي، حلو ولادي. وتجيبي البسكوتة الهشة عشان تشرب من الفليفر بتاع المهلبية والتمر. نعمين يا فندم. نعم يا استاذ فاروق. حاضر. بسكوتي هنا كده. شفت انا بعمل ايه؟ ناخد المهلبية يا عم الشيف. بنحطها هنا على البسكويت. شفت الشقاوة دي؟ نفس القصة. وهي سخنة. تنزل على البسكويت ده يديله طعم. نفس القصة. ولازم يبقى لها قوام كده عشان ايه؟ ما تدوبش البسكويت، انا عايز الجرشه بتاعت البسكويت لما اجي اكل الحلو، خلي بالك، تعملي طبق فته ما تحطيش شوربه كتير على العيش عشان العيش ما يبش ويبقى طري، ما يبقاش الفته طعمها حلو، اما الجرشه بتاعت العيش او البسكويت وانت بتعملي حلو كده بيبقى طعمها حلو، خاصة مع الفته مع الحلويات اللي بيبقى فيها بسكويت في المكونات. نحط شوية بسكويت تاني هنا كده. والله طبق الحلو ده لما تيجي تدرسيه تكلفته 3 تعريفة، بس تعالي دوري في محل الحلويات اللي على ناصية الشارع اللي في المناطق المشهورة في المسميات اللي بنسمع عنها ولا هتلاقيه أبدا. ده في حب كتير، تاني في صنعة وفي فلوس. بكام؟ وعرض بعد الساعة 12 بكام؟ الحاجات اللي بنسمع عنها دي مش هتلاقيها طبعا عندك. ده أحلى حاجة. نشيل ده كده. اللهم صل على النبي. عند القمع الجميل ده كده بتاع بلح الشام، واخد التمر اللي انا عملته ده كده واحطه في القمع ده كده. بنلعب، احنا ورانا حاجه؟ مخلصين شغلنا. زي اللي قاعد في لجنه الامتحان، خلص بيراجع، والطالب الشاطر ما يقولش انا خلصت طالما معاك وقت. مش تعمل بقى 7 عضلات وفرود وانت اللي بارم ديله وتطلع قبل الوقت بتاع اللجنه ما يخلص، لا خالص. الكلام ده لاولادنا. دراجع زميلك وصاحبك عايز مساعده ساعده، مفيش مشكله عادي يعني. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا ويلي، جيب التفاصيل دي يا فاروق الله يرضى عليك. ليه تزور النبي يا اخي؟
لسه ما خلصتش. لو انا قلت هشتغل في الحلو ده للصبح لسه ما خلصت. نعمين العب. هو ده معانا عسل نحل. الله، قيمة غذائية بأقل تكلفة. عسل زهرة البرسيم. مش عايزة تعملي حلو بقى تجيبي على الحاجات اللي بتزعل بقى، جيب لي كيلو عسل معاك وانت جاي. طب نص يا اخي، جيب كيلو خليه هنا. نجيب هو برطمان عسل زهرة البرسيم بثلاثة تعريفة من خير أرضنا. سيبك من العسل اللي بيعمل ألوفات ده، ملوش أي لازمة. جوز الهند، حاضر يا فندم. اهو بشة جوز الهند لطيفة. فوزدو الحلبي هنا سيد الموقف. اهو الله عليك يا عم الشيف. عندك لوز حطي لوز يا مزاج اللوز، عندك بندق حطي، عندك عين جمل حطي، خليك احسن مني. لا زبيب ما ينفعش خالص يا فاروق، الزبيب مش مكانه هنا. زبيب على ام علي او طبق مهلبيه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها حب اكتر بكتير، فيها خبره طهويه زي ما قلت لحضراتكم، والفكر الطهوي يوصلك للقمر. فكر الطهوي يوصلك للسحاب. فكر الطهوي يخليكي في الاسره وفي العائله انت ست الكل. تخش مطبخك بحب، تشربي كوبايه القهوه بتاعتك، كوبايه الشاي، تقدري انك تعملي باقل تكلفه اكل زي اللي انا عامله النهارده. طبق مكرونه بيتكلم مصري، لا تقول لي طلياني ولا مكسيكي. فراخ عملتها بالزعفران جميله مع الخضار بفكر المغازي والفكر الطهوي. الحلو ده مش موجود لا في كتاب ولا في محلات، موجود هنا بس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.